ألعاب يفترض أنها مخصصة لتحاكي الأطفال، فإذا بها مفرقعات وألعاب نارية خطرة ضخت للأسواق. رغم إنها ممنوعة قانونياً لكنها تباع وبأسعار مرتفعة والإقبال عليها كبير. استيراد مالتها مفتوح، يعني هو يقول لك ممنوعة بس هي طب، يعني هي صحيحة أذية وهاي، بس الناس تريد تحتفل، يعني شلون وراس السنة عندنا وهاي، بس هي يعني هسه حاليا يعني صعدة مو طبيعي، يعني غالية حيل، يعني سنة هذيك السنة يعني كانت أرخص، هسه هاي السنة أغلى، يعني ضربة عليها صايرة وهاي، وتدري أنت بالميناء وهاي يعني يأخذون عليها أكثر، يعني التغطية يعني يغطونها بشغلات غير شغلات، وحتى الطب مأذينة والله، يعني جديات مأذينة، واني ما اعرف يعني علي الساكتين عنهم، يعني ان اهلهم او المنطقه او حتى السلطات، يعني الحكومه والموضوع، لان الموضوع تجاوز الحد، يعني قاموا ياثرون يعني حتى علي شخصيا، يعني تك واحده من عندهم عبالك رمانه يدويه، كسايب موجوده بنايه داخل السوق رمانه يدويه، يعني إذا طقت يمك يعني تأذيك. الاحتفال بالألعاب النارية في الأعياد أصبح طقساً ملازماً للفرح واللهو، رغم خطورتها واحتوائها على أنواع من المواد المتفجرة التي سببت كثيراً من الحرائق والإصابات الجسدية، الأمر الذي جعل الأطباء يحذرون من تبعاتها. كل سنة أكو تسجل حالات سواء وفاة أو عوق أو حتى بتر أطراف، سواء أطراف علوية أو سفلية، نتيجة للفرط بالاستخدام وبالاستخدام الخاطئ، وحتى أنه عدم الإدراك وعدم المعرفة بالاستخدام، يعني هو مجرد أنه يشغل الموضوع، يشغل الإطلاق الناري أو يشغل الألعاب النارية وبعدين يوجهها بطريقة غلط. طبعا الملاكات الصحية باكر كلها متوفرة، يعني سواء الخفراء أو سواء خفراء الكسور التجميلية والجراحة العامة، الكل متوفر إن شاء الله. رغم التأكيدات المتكررة بضبط الحدود والالتزام بحظر بيع تلك الألعاب، لكن الأسواق ما زالت تعج بالكثير منها، فهي تباع بالعلن، ولم تعد هذه التجارة محدودة الكمية. الألعاب النارية واستخدامها الخاطئ خطر يداهم المواطنين، وربما يحول أفراحهم إلى كوابيس، والنتيجة إصابات بشرية أو حريق. من بغداد، محمد جاسم، قناة الرشيد.